قديه تستفيدوا انتم كمان كجمعيه من الاشخاص اللي جايين من برا ومن هن كمان شو بيحملوا معهم؟ هلا المؤتمر رح يكون 3 ايام من 25 ل 27، ب 28 نحن عاملين لهم هيك مثل سياحه بدنا نطلع على الثلج. اللي مستفيدين منه من الاشخاص اللي جايين من برا، نحن عندنا تريننج موشنال فريدم تكنيك رح تعطيه ترينر من تركيا. وعندنا تو تريننجز دوينج بزنس ريتشلي وكوتش يور سيلف، رح تعطيهم تريننج من هولندا. وفي شخص لبناني لايف كوتشر انترناشونال ترينر اسمه جوني الغول، رح يعطي ان ال بي كوميونيكيشن موديل. ورح يصير في نهار الخميس نتوركينج جيم، يعني حلقه تعارف. نعم. لكل الموجودين. كمان ديزيري ميرك اللي جاي من هولندا رح تقود هيدي التعارف. وفي عنا فورم نهار السبت قبل الظهر، تقريبا كل البلاد اللي مشارك، الاربع بلاد الاساسيه، رح يكون لكل رئيس نقطه يحكي عنها كرمال نبحث التحديات تبع الجمعيه، الفرص التطور وكل شيء عم بواجه الجمعيه. طبعا عندنا كينوت سبيكر هو رئيس جمعيه الاي يو دكتور جبره، هو رح يكون كينوت سبيكر نهار السبت. نعم. هذا بالاضافه انه المؤتمر برعايه وزاره السياحه كمان. نعم. اللي عم تدعمها. والسبونسرز مين؟ عم تلاقوا سهوله بوجود السبونسرز؟ مش كثير هينه لتكون صريح معك، بس لانه كثير يعني كثير اذا بدك مش سلكتيف، كيف بدي اقول، يعني منه للعامه، مشان هيك السبونسرز لما ما بتكون الشغله للعامه يعني مش ملايين مشاركين. هلا في نحن عندنا السبت كمان من لبنان اولغا مجذوب رح تعطي بلو اوشن ستراتيجي. هذا رح تعطي مثل ايديا عن بلو اوشن ستراتيجي، ليدنج مايندز هن بيعملوها ورك شوب، فرح يعملوا سبونسرنج لهالايفنت كرمال هيك بيكونوا هن عم بيشاركوا معنا كتريننج. وفي كمان صابون صديق عبرة هو شارك معنا بطرابلس وهلا عم بيشارك معنا بهالمؤتمر. هيدا اول سنه بتعملوا لها هيدا المؤتمر؟ لا، هي ثاني مره. نحن عملناه بال 2007، كمان كان ناجح جدا واخذنا عليه جائزه بالمنطقه الشرق الاوسط شمال افريقيا عن المشاريع الانترناشونال، وان شاء الله هالسنه كمان بناخذ عنه جائزه لانه فريق العمل عم بحضر له بطريقه كثير حلوه، وان شاء الله بيكون عند حسن ظن كل اللي بدنا نشارك ان شاء الله. في الويب سايت عم يمرق على بعتقد على الشاشه، اذا فينا نحطه بليز. رح اقول الويب سايت www.gci-lebanon.org و www.amdecnorth2010.com، صح؟ لكل اللي بحبوا ياخذوا معلومات زياده عن هالموضوع. سؤال اخير قبل ما اختم معك فرح، لاحظت انه هالمؤتمر عم بيعمل فرق يعني على الارض، مش عم بيكون بس تيوري، مش عم بيكون بس نظريات، على الارض مع الشعب اذا فينا نقول. صحيح. احنا كجمعيه بلبنان صرنا اربع سنين، هيدي فرصه ذهبيه لنعرف الناس الموجودين بلبنان عن الجمعيه، ان كان بالنسبه للمؤسسات اللي عم نزورها نعرفها عن المؤتمر وعن الجمعيه بطريقنا، ان كان على الجامعات اللي عم نعمل فيها بروموشن للايفنت، لانه طبعا نحن كجمعيه بنحب نكبر بلبنان وينتشر هالعمل الايجابي بكل لبنان، لذلك عم نبحث فرص انه نفتح تشابترز جديد بلبنان. فهذا المؤتمر هو فرصه ذهبيه لانه بفرجي طبيعه الانترناشونال للجمعيه، وانه هي على علاقه وثيقه كمان باليو ان اللي كمان حنحكي عنها خلال المؤتمر. يونايتد نيشن. صحيح. عمري بتلاقي قد ايه فكره السيمينارز، فكره الدورات التدريبيه، فكره الورك شوبس، فكره هول صار القصص عم نسمعهم ليتلي، يعني هول مؤخرا صاروا عم نسمعهم اكثر، من قبل كل شيء صار فيه اشغال بالحياه وكل شيء صار فيه، ما كان هذا الشيء موجود ابدا، هذا الشيء مثل كانه عم بيرفعنا شوي، عم بيسقفنا شوي، عم بيعطينا منظور مختلف تماما عن امور كثيره، يعني كل الاشخاص اللي شاركوا، اكيد المشاهدين عم يحضرونا، كل الاشخاص اللي بيشاركوا بسيمينارز بورك شوب بيطلعوا بنتيجه مغايره تماما عن هن شو كانوا يفكروا وهن كيف كانوا يحللوا الامور. قد ايه لقيت انت انه عن جد من بعد مؤتمراتكم او من بعد الورك شوب اللي عم تعملوهم كمان هيك عم يطلعوا بنتائج؟ مثل ما قلتي بيطلعوا بافكار جديده، بيطلعوا بنفسيه جديده، وهو تطوير يعني. اللي بيطلع ما بيطلع بنفس الشيء اللي كان فيه قبل، بيطلع بده يطور بحاله. الحلو بالجي سي اي بتخلق فرص
انه الاعضاء تبعولا يصيروا هن يعطوا تريننج، يعني يصيروا ترينرز. صح. هيدا شيء حلو، وكثير عالم حاليا ان كان بالجامعات او بالاشكال بهمهم يوصلوا لهالمرحله وينموا الكوميونيكيشن سكيلز، الببليك ريليشنز، كل شيء بيقدروا يساعدهم بالمجتمع. انا بدي اقول لكم يعطيكم الف عافيه. بدي اذكر انه المؤتمر من 25 ل 28 هو ل 27 28 على سياحه. ليش لا؟ بننبسط كمان بلبنان باوتيل كومودور بالحمرة، مؤتمر التطوير لدول شمال افريقيا والشرق الأوسط. شكرا أندري أبي عواد مدير مؤتمر عندك نورث، صلاح سلطان رئيس جمعية جونيور تشامبر لبنان، أهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا رح ننتقل لفقرة